أحمد آغا، ديمتري جاي من صوفيا، جاي يحكي معك. فهمت الموضوع. عزوم تهرب من الموضوع، لهلأ ما في منك خبر. رح ياخدوا ضاعة من غيرك. شوف أخي، صار لنا كل هالوقت عم نشتغل سوا، رح أبعتلكم البضاعة خلال أسبوع. خلال أسبوع؟ إيه نعم أكيد. دفعوا دفع على الحساب. ديمتري، دفع دفع، بعد 6 أيام بتكون البضاعة مستودعكم. أنت متأكد؟ إيه متأكد. وإذا ما وصلت أنت بتعرف شو بيصير؟ أنا اسمي أحمد مورا، بحياتي قلت شي وما عملته لهلا. تمام. 6 أيام. ايه اتفقنا. يلا روح. لوين رايحين؟ بدنا نتغدى. انا عندك غدا. يلا بخاطرك. مع السلامة. اخي انت شو عملت؟ انا شو عملت؟ عطيتهم تاريخ محدد، بلكي ما حسننا نبعتها ب6 أيام. أهل بلدار لهلأ ما قالوا بنشحن. ريح حالك أخي، ريح حالك، بيوافقوا. أغا؟ أغا سمعت؟ شو؟ بولات صار معه أزمة قلبية.